بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع عشر. إذا المدين إذا أراد يسافر عليه دين، دين حال أو دين مؤجل يحل قبل القدوم من السفر، فإن الدائن له أن يمنع المدين من السفر لأن لا يضيع حقه، إلا أن يوثق له بكفيل أو برهن يتركه يسافر، سواء كان هذا السفر للحج أو للجهاد، الجهاد غير المتعين أو غير ذلك من الأسفار. لا يسافر عليه حقوق للناس حالة إلا إذا سددها أو وثقها بكفيل أو رهن، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، ولا يجوز الإنسان يتحمل حقوق الناس يفرط فيها ويسافر وقد لا يرجع، تضيع حقوق الناس التي عليه، فلا بد من أنه يسددها قبل السفر أو يقدم رهن أو كفيل، أو إن أصحاب الديون يسمحون له، إذا سمحوا له لا بأس، لأن يعني الحق له. نعم. إذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حلول الأجل ما يمنع من السفر، ليس لمنعه من السفر وجه. نعم. وإن كان لا يحل قبله في يمين ويسار إحداهما له منعه بأن خصومه عند المحل غير متيقظ ولا ظاهر فملك يمينه بالزكاة الأول. نعم. والأخرى ليس له منعه لأنه لا يمكن المطالبة به في الحال ولا يعلم أن السفر ما يمكنه عند الجنون كأشبه السفر القصير. الرواية الأولى الثانية أحسن، ليس له منعه لأن الدين ما بعد حل، ولو أننا منعنا كل واحد عليه دين ما سافر أحد، ما هنا أحد يخلو، الغالب أن الناس ما يخلون عن عليهم ديون، ولو منعنا كل من عليه دين لا يسافر تعطلت الأسفار، إنما يمنع من كان في سفره إضرار بالغرماء هذا الذي يمنع. نعم. أنه إذا كان إن السفر أقرب من الأجل لا يمنع. نعم. مثلا وإن كان الدين حالا على معصي غضب الإنظار. هذه مسألة مهمة جدا. إذا حل الأجل وكان المدين معسرا لا يستطيع السداد، فإن الدائن إما أن يتصدق ويسقط الدين عنه وإما أن ينظره. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين وأعسر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الأجل، ثم إذا حل مرة ثانية زادوا عليه وزادوا الأجل، ثم إذا حل ثالثة وهكذا حتى تتراكم عليه الديون والزيادات وهو معسر. فالله سبحانه حرم هذا، الله جل وعلا حرم فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسر، أن هذا ظلم، توعد عليه بالنار، والخلود في النار كما في الآيات التي فيها آخر سورة البقرة وهي آخر ما نزل من القرآن، أن المدين المعسر لا تجوز الزيادة عليه بل يجب إنظاره بدون زيادة حتى يستطيع السداد، أو أن الدائن يتصدق عليه ويعفيه من الدين وهذا أحسن وآجر لصاحب الدين، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية. ولكن مع الأسف هذا الآن باقي في الدول الكافرة وسرى إلى بعض بلاد المسلمين، أنهم يزيدون على أصحاب الديون ويمددون في الأجل، وكل ما حل الدين ولم يسدد زادوا في الأجل وزادوا في الدين. هذا هو ربا الجاهلية بإجماع المسلمين. نعم نعم نعم. ما يجوز يطالب المعسر، المعسر لا يطالب ولا يحبس ولا يضرب ولا يؤذى لأنه معسر. أما الملي اللي يقدر على السداد ويماطل له أن يرفع أمره إلى القضاء وللقاضي أن يعزره حتى يسدد بالحبس أو بالضرب حتى يسدد. فإن أبى أن يسدد بعد الحبس والضرب فإن القاضي يبيع من ماله ويسدد ديونه، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، الواجد هو الغني، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه، إذا كان الظالم هو الدائن لا يقر أيضا على ظلمه. نعم. فلا يكون يشوف هذا باب التحايل. تحايل ليش؟ ممكن أي مدين يقول إن أنا ورسول كذا يثبت العسرة لها لابد لها ثلاثة شهود، لازم يقدم ثلاثة شهود إنه معسر. إذا قدم ثلاثة شهود إنه معسر فإنه ينظر، أو كل من ادعى العسرة بس يقال له خلاص ما عليك شيء. أي نعم نعم. الآن في المحاكم معروف هذا إثبات العسرة، يصدرون صكوك بإثبات العسرة ثم يطلق المدين. نعم. وأما الدين كان على المعسر وجد مضاره، نعم. يعني ولا يلبس، لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يمكن العقوبة، لي الواجد اللي المماطلة والواجد هو الغني، فيفهم منه أن غير الواجد وهو المعسر ليس كذلك. نعم. مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم وهذا صريح في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يطالب ولا يؤذى لأنه ليس له، لأنه معذور في هذا، معذور في التأخير. نعم. ولأن العتق لا يفيد صاحب الدين، وإنما هو العتق إقرارا في حق المدين، وقد قال عليه السلام لا ضرر ولا ضرر، الحديث في المسند. إذا حبس ماذا يستفيد الدائم وهو معسر؟ لا يستفيد شيء، بل كونه يطلق ويتاح له الفرصة يكتسب لعله يسدد، لعله يحصل عمل، يحصل تجارة، يبيع ويشري يتسبب. أما إذا حبسناه ما زاد الطين بلة. نعم. ولأنه إذا كان خاضي حسن ربما حصل واكتسب وسعى في قضاء الدين. نعم. وفي الحبس لا يقدر على ذلك. نعم. مسألة وإن دعا الإسارة حلف وقضي سبيله، لا بد من تقديم شهود، لازم من تقديم شهود على أنه معسر، إذا شهد الشهود أنه معسر قل لي سبيله. نعم. لا ما يكفي الحلف. نعم. حلف على من أنكر هو مقرر بالدين لكن يقول ما أستطيع السداد. نعم. وإن دعا الإسارة حلف وقل لي سبيله، لأن الأصل الإحسان إلا ليعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا بالبينة، لأن الأصل بقاء المال. نعم. ويحبس حتى يقيم البينة على إثبات ماله وإحسانه. نعم. ويحبس حتى يقيم البينة على إثبات ماله وإحسانه. نعم. وعلم اليمين مع البينة أنه محسن، لأنه صار هذه البينة فلم يعرف له ما قبل لم يعرف له مال. تكفي البينة، إذا أقام بينة تكفي. نعم. شهود العسر هذا بالحديث، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة. نعم. نعم.
لأنه يعني يثبت إن ماله مال، يثبت إنه ليس له مال. نعم. مسألة وإن يثبت إنه فقير، ها؟ لا، الحديث ثلاثة، الحديث يقول ثلاثة، ولهذا يقول العلماء نصاب شهود العسرة ثلاثة، نصاب شهود الزنا أربعة، نصاب غيره من الدعوة شاهدان، نصاب الرضاع واحد. أنصبة الشهادة تختلف باختلاف الحكومات. نعم. البينة هي الشهود، ما هنا بينة إلا الشهود. نعم. هو المعسر، هو هذا هو. إذا ثبت أنه معسر حلت له المسألة وسقط عنه المطالبة بالدين. نعم. إذا كان موسرا وحل الدين لزمه وفاؤه، لزمه وفاؤه من غير مماطلة. فإن ماطل ولم يوفي فللحاكم التدخل بأن يعزره حتى يسدد الدين، فإن استمر على الامتناع حتى بعد التعزير فالحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم. وهذا البيع وإن كان بإكراه فهو إكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق فإن البيع صحيح. نعم. وإن كان مسرًا لزمه وفاؤه بقوله عليه السلام مطر غني فإن أبى حبس حتى يوفيه. نعم. لقوله عليه السلام بين الواجب يحل عقوبته وعقبه. حل عقوبته. يحل عقوبته وعقبه. عقوبته هذا بالتعزير والحبس، وعرضه يعني بالشكاية، يشكوه إلى الولي الأمر ويقول هذا مماطل، هذا كذاب، هذا لا يكون فيه إثم إذا كان القصد منه الوصول إلى حقه، لا يكون من الغيبة، كما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح، قالت شحيح هذه غيبة، لكنها ليس قصدها الغيبة وإنما قصدها الوصول إلى حقها. ولهذا قال يحل عرضه، يعني يحل إن خصمه يتكلم فيه عند الحاكم بأنه ماطل، بأنه بخيل، بأنه كذا، من أجل الوصول إلى حقه. نعم. فإن صار دعا الحاكم ماله وقضي دينه، قضى وقضى دينه. نعم. لما روى عمر رضي الله عنه قال إلا إن حسيفة عن جهينة رضي ألا إن حسيفة عن جهينة رضي من زينه أن يقال سالك الحاج. نعم. فأدان مغرما. نعم. فمن له مال فليعبر، فإن بايع ماله وقاسمه بين الضمائر. حسيفة جهينة رجل كان يعرف بسرعة السير في السفر، سرعة السير في السفر، وكان يستدين، فطالب الغرماء بحقوقهم عليه، فعمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل رضي من دينه بأن يقال أنه يسبق الحاج ولم يهتم بالديون، ثم قال دع الناس الذين يطلبونها بأن يحضروا، وباع رضي الله عنه ماله وسدد ديونه. هذا دليل على أن الحاكم يتدخل في إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم إذا امتنع من عليه الدين عن تسديدها إزالة للظلم. نعم. سابق يعني كان يشتري الإبل السريعة المشي من أجل أن يسبق الحاج، وسبب هذا عليه ديون، فعمر أنكر عليه هذا. نعم. مسألة وإن كان ماله بيده بدينه كله يكفي. نعم. قال فيه قبل أجله ما يتفاوت هو إليه مع قوله.
هذا في غير القرض، في غير القرض هذا. أي في الديون اللي غير القرض. نعم. القرض لا يؤجل. نعم. شيخ الله أكبر. بالنسبة للدائن حق له رد. ها؟ بالنسبة للدائن. هي. له رد المبلغ ويرفع من المجلس التسديد حتى حين الأجل، أنه قد يكون في ضرر أحيانًا. تسديد وقت معين. إذا كان على الدائن ضرر في قبول الدين قبل حلول الأجل ما يلزم بهذا. هنا نعم. ها؟ أين عقد منفعة؟ الدين عقد منفعة، استثمار، يبيع ويشري من أجل الفائدة ومن أجل حصول الربح. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله عنه، ما حكم قرض بعض البنوك التي تدفع لها شهريا مبلغا من المال واذا تاخرت زاد ذلك؟ كيف؟ ما حكم قرض بعض البنوك التي تدفع لها شهريا مبلغا من المال واذا تاخرت زاد ذلك؟ زاد الدفع او الدين؟ هذا نفس اللي تكلمنا عليه، انه اذا حل الاجل يسدد، فإن كان معسرا، إن كان موسرا يلزم بالتسديد ولا حاجة للتأخير، وإن كان معسرا فإنه ينظر ولا يزاد عليه، فإن زيد عليه فهذا حرام ربا. نعم. قضية الشيخ، إذا أراد المدينة السفر لمدة سنة يحل الدين بعد منتصف هذه السنة، فهل للغني منعه من السفر أم لا؟ إذا كان إذا أراد المدين السفر لمدة سنة يحل الدين بعد منتصف هذه السنة، نعم، فهل المريض منعه من السفر أم لا؟ هذا سبق. نعم، إذا كان السفر يتمدد أكثر من حلول الدين، الدين يحل قبل القدوم، فللغريم أن يمنعه من السفر إلا إذا وثق له بكفيل أو براهن. نعم. قضية الشيخ، إذا أعطى رجل آخر 100 إردب من القمح، إذا أعطى رجل آخر 100 إردب من القمح، نعم، قبل الحصاد على أن يمده وقت الحصاد 120 إردب، فلن يجوز؟ هذا هو الربا، إذا أقرضه 100 إردب من القمح إلى الحصاد على أن يرد عليه 110 إردبات، هذا هو الربا. القرض قلنا لا يجوز فيه الزيادة المشروطة، لا تجوز الزيادة المشروطة، لأن هذا هو الربا. نعم. قضية الشيخ، وإن كان قصد السائل البيع، يعني يبيع قمح بقمح مؤجل، هذا ربا أيضا، ربا نسيئة، لا يجوز بيع القمح بقمح مؤجل حتى ولو كان متساويا، حتى ولو كان متساويا، يعني هذا ربا نسيئة. البر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد، التمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد، الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد. لابد من الحلول والتساوي إذا اتحد الجنس، لابد من الحلول والتساوي. وإن كان من باب القرض فهو ربا أيضا، لأن القرض لا تجوز فيه الزيادة. نعم. ولو اختلف أحد النوعين عن الآخر بجودة أو رداءة لا تجوز الزيادة، لابد من التساوي. وإذا أراد أن يشري جيد وعنده ردي يبيع الردي، يبيع الردي بدراهم ويشري بالدراهم جيد، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع اللي عنده من التمر أو العيش الردي بما يساوي يبيعه، ويشري بالدراهم يزود عليها إن أراد، ويشري جيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع هو الردي والجنيب هو الجيد. نعم. من أعتبره سلف شيء، من أعتبره سلف ما يبغى زيادة، يعني أعطى قمح ويأخذ قمح نفسه، يأخذ قمح من جنسه بدون زيادة. أين
نعم. وبين الشيخ هل يشترط في الثمن الذي يسلم في سلمه بمن استعار ان يكون دراهم او يكون غيرها مثل ان يسلم في ثمن في اغنام فيستلم اغنام بمن استعار؟ دين السلم يشترط ان يكون راس المال من النقود، يكون من النقود المضروبه ولا يكون من غيرها، لاجل لو أعسر المدين يرجع إلى النقود هذه ترد على صاحبها، إذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف، أما النقود ليس فيها اختلاف تنهي النزاع. نعم. فضيلة الشيخ هل يشترط بجميع أنواع البيوع استلام الثمن أو ممكن لمن يسرع؟ هل يشترط إيش؟ هل يشترط بجميع أنواع البيوع استلام الثمن او المثمن في مجلس العقد وما هو الدليل على ذلك؟ البيوع لا يشترط فيها التقابض، لا يشترط فيها التقابض بالعوضين، يشترط التقابض في عوض واحد، اما يقبض الثمن واما ان يقبض المثمن في المجلس، اما تقابض العوضين هذا انما يجوز في الربويات فقط، يجوز أن يبيع بر بدراهم مؤجلة يتفرقون من المجلس قبل قبض الثمن، لكن يكون البر قد استلم أو العكس، الدراهم استلمت والبر مؤجل ما يخالف، أما أن يبيع دراهم يبيع بر مؤجل بدراهم مؤجلة هذا بيع دين بدين لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ لأهمية كتاب البيوع ورغبة في تأكيد في تقسيم مسائل، هل من طلابكم في قسم ونوع البيع؟ وضرب مثال بالصور الآتي: عين بعين، عين بدين، دين بعين، دين بدين. هذه صور البيع التسعة اللي ذكرها الشارح في شرح الزاد، عين بعين مثل دراهم حاضرة بسلعة حاضرة، هذا عين بعين، يعني تسلم ريال وتاخذ بداله قلم في المجلس، هذا عين بعين. عين بدين اذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا، مثل قلم تسلمه الان بريال مؤجل، هذا عين بدين. عين بمنفعه، عين بمنفعه، مثلا تدفع له المال بشرط انه يشتغل لك، يشتغل عندك، هذا المال هذا عين اللي تدفع له، اما العمل الذي يؤديه لك هذه منفعه، هذا عين بمنفعه. اما الدين بالدين هذا لا يجوز كما سبق، دين بدين هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، كان يبيع 10 أصواع من البر مؤجلة ب20 ريال مؤجلة ما قبض شيء، كل منهما مؤجل، هذا حرام لا يجوز، هذا بيع دين بدين. نعم. دين بعين. نعم. دين بعين. في ذمك دراهم الشخص، في ذمك دراهم، في ذمك مثلا طعام لشخص، طعام مؤجل، حل الأجل قلت أنا ما عندي الآن طعام، ما بعطيك، بع علي العيش اللي في ذمتي، الصاع بريالين، خذ الدراهم الآن، هذا بيع دين بعين، الدين هو الذي في ذمتك، الطعام الذي في ذمتك، والعين هي الدراهم التي سلمتها للداين، هذا بيع دين بعين. نعم. من قال ان البيوع على ضربين، بيع موصوف في الذمه وهو مسلم فيه، مسلم المسلم مسلم فيه، والثاني بيع العيان، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا هو ما هو غير البيع، اما ان يكون بيع معين حاضر، واما ان يكون بيع غايب موصوف في الذمه كدين السلام. نعم. وقال
من أعطى قمحا لمسلمه قمحا أرزا عند الحصاد هذا حرام لا يجوز هذا الربا. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا باع البر بالأرز فلا بد من التفاضل. التفاضل يجوز، يبيع 10 أصواع من البر ب20 صاع من الرز يجوز لاختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض في المجلس. فإذا باعه بر بأرز مؤجل هذا ربا لا يجوز. ها ها هو ربا النسيئة، هي الأجل، الأجل يسمى نسيئة. نعم نعم. بعض النساء لا يجمعن من كل واحدة مبلغ من المال ثم يقومن بشراء بعض الأشياء مثل الأواني المنزلية والفرش لكل واحدة وذلك لكل واحدة في كل شهر، هل يدخل هذا الجمعية التي ورد فيها الخلاف بالجواز وعدم؟ هذا ما هو قرض، هذا يجمعون مال وهذا المال يشرى به سلع تاخذها واحدة منه. هذا نعم هو قرض، أقرضوها هذه المبالغ من أجل أن تشتري بها هذه الأواني، هذا قرض جماعي يحصل فيه الخلاف الذي سبق. نعم. إذا اختار شخص من آخر مبلغ بعملة الدولار فهل له أن يسدد القرض بعملة الريال السعودي؟ إذا اقترض دنانير دولارات، اقترض دولارات، اقترض من شخص دولارات، هل له أن يسددها بدراهم؟ نعم يجوز، يجوز يسددها بدراهم، لكن لا بد من التقابض في المجلس، يعني تقاصون في المجلس، يقول أنا عندي لك مثلاً 10 دولارات، الدولار بأربعة أريل تصير ب40 ريال، أعطيك عبدالها 40 ريال، لا بأس، لكن يسلم الدراهم في المجلس، سلم له الدراهم في المجلس. نعم. قضية الشيء، ما الفرق بين الدين والقرض؟ وإن لم يكن بينهما فرق، فكيف يكون القرض حالا والدين لا يطالب به جل عند كل أجل؟ القرض نوع من الدين، القرض نوع من الدين داخل فيه، إلا أنه دين حال، لأن الدين على قسمين، دين مؤجل ودين حال لم يقبض. الدين الذي الحال الذي لم يقبض هذا يسمى دين. الحال الذي لم يقبض يسمى دينا. نعم. قلت الشيخ عندنا بقريتنا إمام مسجد. عندنا بقريتنا إمام مسجد. نعم. إذا مات الميت لا يصلي عليه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليهم الدين في أول الإسلام. في أول الإسلام، لأن صلاة الرسول شفاعة. شفاعة للميت، وشفاعة الرسول مقبولة. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة، فلا يشفع في أحد عليه دين، هذا خاص بالرسول. أما نحن نشفع، لكن شفاعتنا قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة، لسنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما وسع الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت الفتوحات وجاءت إلى الرسول المغانم، صار يسدد عن المدينين المعسرين ويصلي عليهم، يصلي عليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بين المؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي، من ترك دينا أو ضياعا فعلي، سدده من بيت المال. فامتناعه من الصلاة هذا كان في أول الإسلام يوم كان ما عنده شيء، ما عنده بيت مال. وأيضا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قول الشيخ: أعطى رجل رجلا مالا على أن يأخذ منه شعيرا إذا جاء وقت الحصاد، لكنه كتب ثمن الشعير من وقت تسديد المبلغ، فهل هذا يجوز أم أنه يأخذ الشعير في السعر وقته؟ بعد الأذان. قول الشيخ: أعطى رجل رجلا مالا على أن يأخذ منه شعيرا إذا جاء وقت الحصاد، لكنه كتب ثمن الشعير من وقت تسديد المبلغ، هذا السلم. إذا أعطاه دراهم على أن يدفع له بدلها شعير عند الحصاد سعر الكيلو 10 5 ريالات مثلا أو ريال واحد،
هذا دين السلف سبق هذا لا بأس. نعم. إذا اشتريت أرضا أو سيارة أو بيتا أو أي شيء هذا حسب نيتك. إن كان تريد منها الربح تريد عرضها للبيع أن تبيع وتشتري بالأراضي أو بالبيوت أو بالسيارات هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة إذا تم الحول. إذا تم الحول تزكي. أما إذا اشتريت هذه الأشياء وأنت لا تريدها للتجارة تريدها لك، تريد السيارة للركوب مثلا، تريد البيت للسكنة، تريد الأرض تبي تبني عليها، هذه ليس فيها زكاة لأنها لم تنوى للتجارة وإنما نويت للقنية. نويت للقنية. نعم. يبدأ الحول من نيته للبيع. يبدأ الحول من نيته للبيع. أما ما سبق ليس في شيء. نعم. ما حكم كل هذا حرام. الأواني التي من الذهب تتخذ تحف أو من الفضة تتخذ تحف أو الثريات المطلية بالذهب كل هذا حرام لا يجوز لأن هذا من الترف المحرم. وأيضا هذا يشبه اتخاذها للشراب والأكل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالمسلم لا يجوز له أنه يتخذ الذهب أو المذهبات أواني أو ثريات أو مقابض أبواب أو مفاتيح سيارات أو ما أشبه ذلك. حتى سمعنا إن بعضهم يجعل في الحمامات شيء من الذهب، يجعل الكراسي اللي يجلس عليها لقضاء الحاجة يموهها بالذهب، هذا حرام لا يجوز هذا. أو السيارة يجعل مفاتيحها ومقابضها وقابض الأبواب مطلية بالذهب، هذا حرام لا يجوز. لا يجوز للمسلمين أنهم يعملون هذا العمل. نعم. لا، أما الماس والجواهر الكريمة وما أشبه لا تقاس عليها لأن التحريم إنما ورد في الذهب والفضة فقط. سواء في الأكل أو غيره. نعم في الأكل أو في غيره، إلا أنه لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف. لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف، لكن التحريم لا يحرم. هذا خاص بالذهب والفضة. نعم. هل القلم والميزانية الذهب هي من الزينة المحرمة على الرجال؟ كل الذهب سواء كان ذهبا خالصا أو مطليا يحرم التحلي به على الرجال، لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال، إنما هذا من خصائص النساء. التحلي بالذهب من خصائص النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للرجل أنه يتحلى بالذهب. نعم. ما فيها ذهب مشالح، ما فيها ذهب، هذا ما هو ذهب. يقولون ما ثبت انه ذهب، يقولون لكن ما صار صحيح عند الامتحان والاختبار ما صار صحيح. نعم. نعم. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اباح العلم من الذهب من الحرير في الثوب، اباح العلم من الحرير في الثوب. والعلم هو الطراز. الرجل محرم عليه لبس الحرير لكن يباح له أنه يطرز مثلا الثوب بعلم من الحرير كالأكمام مثلا والجيب، قالوا مثله ما يكون في البشوت إذا ثبت أن هذا ذهب، لكن ما هو ذهب. السلك الدافئ
ما عند الامتحان ما وجد فيه فضة، ما يحصل من شيء. إيه؟ إذا ثبت هذا فهو ما يجوز، إذا ثبت أنه يتحصل منها شيء هو ما يجوز، أما إذا ما ثبت فهي ما هو ذهب هذا ولا فضة، إنما هو شيء لونه لون الذهب أو لونه لون الفضة لكنه ليس كذلك. نعم، لأن فيها أصباغ أو بويات تشبه لونها لون الذهب أو لونها لون الفضة، أصباغ. نعم، ما يجوز الذهب ولا الفضة على الرجال. نعم، إلا الخاتم، ما يجوز للرجل من الفضة إلا الخاتم، ومن الذهب والفضة ما دعت الضرورة إليه كربط الأسنان مثلا، ربط الأسنان يجوز لأن الأسنان ما يصلح ربطها بالفضة لأن الفضة توصخ تصدع، أما الذهب فإنه لا يصدع في الفم فيجوز للضرورة، يجوز للإنسان أن يربط أسنانه بشيء من الذهب أو يلبس السن شيء من الذهب من أجل حفظها أو هذا للضرورة. نعم، كان السن بعين الذهب، كان السن بعين الذهب كيف؟ سن الذهب إذا كان يركبها للزينة هذا ما يجوز، إذا كان يركبها للحاجة محتاج إلى هذا الشيء من باب العلاج فلا بأس. نعم، هنا إلا أن يعفو صاحب الدين، إلا أن يعفو صاحب الدين، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا بعفوه. نعم، إذا كان يشتغل بنية يبطى عليه، لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرضي صاحب الدين لما يشاء، قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة. إذا كانت نيته حسنة وعجز عن السداد ومات فالله جل وعلا قد يرضي غريمه بما يشاء ويخلصه من الدين، لكن لا بد من إرضاء الغريم. ما حل الأجل أصلاً، ولو ما حل الأجل الدين باقي في ذمته. نعم نعم، يحل الأجل بالموت، سبق لك أنه يحل بالموت. نعم، ها؟ يكون رهين على الدين حتى يسدد لك بقوله. لك ايه؟ إذا كان لي. إيه؟ يكون يعني أعمال مرهونة بدين حتى نفسه مرهونة بدين. إيه، كما في الحديث. كما في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه أبو قتادة ولقيه بعد يومين قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، دل على أن الدين متعلق بالميت، هذا ما يؤكد على المسلم أن يهتم بحقوق الناس ولا يتساهل فيها. نعم، يعني وهي متساوية مؤجلة قصدك؟ حالها يجوز ما يخالف بشرط التساوي. هذا في زيادة، في زيادة، قال نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث، في زيادة، أما لو كان متساوي ما يخالف. نعم نعم، اي نعم، هذا قرض، يعتبر قرض، ما يعتبر بيع، يعتبر قرض، اقترض. ها؟ لا يسميه قرض، يقول اقرضني، ما يقول بع علي، يقول اقرضني بر اسددك اياه اذا تيسر هذا ارده عليك، هذا قرض ما يخالف. نعم، الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.